الخطوات اللي مرينا فيها من عند الـ Input Layer، مرورا في الـ Hidden Layer وصولا للـ Output Layers بنسميها Forward Propagation. هلأ طبعا للوصول أو للحصول على قيمة الـ Cost Function، بعد ما يحصل على قيمة الـ Cost Function وإحنا بنحاول نسعى قد ما نقدر إنه نحصل Cost Function قليل كتير، بنرجع فيها لنحدث على الـ Weights. هلأ الطريقة وإحنا بنرجع فيها لنحدث على الـ Weights اسمها الـ Back Propagation، واللي إحنا تناولناها نوعا ما في خلال الشرح. هلأ إذا مهتمين فعلا في الموضوع التعمق بالرياضيات بخصوص الـ Back Propagation، وخاصة فيها أكيد كتير لمصادر ممكن تيجوا ترجعولها وتتابعوها، لكن أنا بهمني هون إنه اللي بيحصل في الباك بروباجيشن إنه هو بيرجع مرة تانية بيحدث في الويتس حتى يحصل على كوست فانكشن قليلة. يعني هو هذا السر، الباك بروباجيشن هو السر في عملية الليرنينج، السر كله هون إنه أنا لما ما بحصل على كوست فانكشن المنطقية أو القليلة، يعني بنحاول قد ما نقدر احنا نقللها لانه هي بتحسب لي ما بين شو الفرق بين الاكتوال فاليو وبين الفاليو اللي هو يتوقعها، فكل ما قللتها كل ما كان احسن وكل ما كان النيورال نتورك اذكى واحسن اداء. بالتالي السر كله في التعلم في الباك بروبوجيشن، فروح برجع مره ثانيه واقول له حدث لي في الويتس عشان انا اتعلم صح. انا لسه انت بتعطيني ويتس ما بتخليني احصل على نتيجه صحيحه او على نتيجه منطقيه. فالباك بروباجيشن سرها او هي سر الليرنينج، يعني انا بعتبرها سر الليرنينج في عمليه التعلم في نيورال نتورك. يعني لو ما في كان في بروباجيشن ما حيكون في تحديث في الموضوع، او ما حيكون في تعلم او نمو او تطور في تمييز الانبوتس وتمييز الاوتبوتس. فالباك بروباجيشن هي سر تعلم او سر الليرنينج، عمليه الليرنينج داخل النيورال نتورك، بناء على ان هي بتشوف الكوست فانكشن هي مش راضيه عنها بترجع بتعمل لها تحديث للويتس وتضلها كده لحد ما تحصل على كوست فانكشن قليله وتكون نتيجه التوقع بناء على هذا الويتس قريبه من مين، من الاكجوال فاليو، لحتى تميز انه هاي الويتس هي الويتس اللي بتلزمني لحافظ عليها او هاي الويتس اللي انا بتلزمني اركز عليها مع البيانات الواقعيه الجديده. لما يكون في عندي ريال داتا ست جديده اتعامل معها بقول له ركز على هاي الفيتشرز وخذ الويت تبعها بالاعتبار لحتى تميز النتائج.